مساء الخير. بدأنا في سلسلة جديدة بنتكلم عن الأخلاق بمنظور عميق شوية. قلنا إن مصدرها خلق ومن فعل خلق، فالإنسان مخلوق تركيبته وفطرته الأخلاق، ويا بيرتقي بيها يا بيطمس الفطرة دي وبيضيع أخلاقه. الأخلاق بنستمدها من أسماء الله وصفاته، وبنتعلم تطبيقها من منهج رسول الله عليه الصلاة والسلام. فبنحقق الحكم من الأخلاق إنها تتحول لعمل صالح، وهو ده الطريق للوصول لله. خلق النهاردة بإذن الله هو الإحسان. إيه هو الإحسان؟ هو أعلى وأفضل درجات ومنزلة في التعامل، سواء مع نفسك أو مع الناس أو مع ربنا. الإحسان يعني تعمل أحسن حاجة عندك، فبيخليك طول الوقت عينك على كل أخلاقك علشان ترتقي بيها وتطلع أحسن حاجة منها. لكن برغم كده، ربنا لما عرف الإحسان قال: الإحسان هو أن نعبد الله كأنك تراه. ربنا ما عرفوش ان الاحسان انك تنزه نفسك من العيوب وانك تبقى احسن حاجه في كل حاجه، قال ان تعبد الله كانك تراه. ودي محتاجه استيعاب للمعنى المقصود منه. تعبد الله كانك تراه، ربنا بيوضح لنا المهمه المطلوبه مننا، اننا ننشغل برؤيه ربنا مش برؤيه نفوسنا، حتى لو انشغال بعيوب النفس بحجه اصلاحها من باب الاحسان. العيوب والنواقص اللي جوانا والضعف مش هيلاجهم الانشغال بيهم باللوم والوسوسه والتانيب، مش ده الإحسان. علاجهم اللي ربنا قاله ننشغل بالله وبرؤيته في وقت ضعفك، في وقت قربك، وفي بعدك، وفي كل حالاتك. فده هيعمل لك إحلال وتبديل تلقائي لطباعك وسلوكك وأخطائك، فهتحس بتغيير مع الوقت في كل أخلاقك، بتتطور للأحسن، فتبقى طبقت خلق الإحسان، طريق رؤية الله في كل حاجة. الطريق ده بيجي بحاجتين: بالذكر والفكر. ذكر الله سواء ذكر القلب أو اللسان أو العمل، وفكر يعني فكرك ينشغل بالتعرف على الله، سواء بالمعلومة أو بالتفكر في أفعاله معاك وفي الكون، فيحصل مع الوقت الإحلال والتبديل للمعاني كلها جواك، والمنظورك واستقبالك لكل حاجة، فتعبد الله كأنك تراه، فتبقى حققت حقيقة الإحسان اللي بيجي مع الوقت مش بيجي فجأة. ودي نقطة مهمة جدا نتكلم فيها. الإحسان ما بيجيش فجأة. من أسوأ الحاجات اللي بنعملها في نفسنا إننا نضغط على نفسنا علشان نبقى مثاليين، بتضغط عليها لحد ما تنفجر علشان تبقى صابر، وتيجي على نفسك قوي وتظلمها علشان تطبق عفو، وتبقى مكبوت وشايل جواك علشان تبقى عاقل وحكيم، تشيل فوق قدراتك وساكت علشان تبقى بتضحي. كل ده بنعمله بنعتقد إنه إحسان. الإحسان مش عافية، ومش إنك تكلف نفسك فوق وسعها. وربنا قال في التقوى: فاتقوا الله ما استطعتم. استطاعة حقيقية في حدود قدراتك بجد، وفي نفس الوقت وانت ماشي في رحلة رؤية الله، فتتطور الاستطاعة مع الوقت. علشان كده العلماء قالوا ان الأولى من الإحسان الصدق، تبقى صادق مع نفسك ومع ربنا في قدراتك وحقيقتها بضعفها بحدودها، وصادق في رغبتك في الإحسان، فتبقى صادق في رحلة سعيك فتوصل لحقيقة معاني الإحسان بجد، أفضل وأرقى الدرجات. في الرحلة دي أنت بقيت من المحسنين اللي ربنا اختصهم بمنزلة خاصة جدا، قال عنهم: والله يحب المحسنين. الإحسان من أهم الأخلاقيات المتحكمة فينا، ومعانيه بتفتح لنا كل أبواب الأخلاق.